أغرب 10 فنادق في العالم. قصر الزرافة نيروبي كينيا. تم بناء قصر الزرافة جيرافي مانور في عام 1932 بواسطة السير ديفيد دنكان، وهو يقع في نيروبي ويطل على جبل كليمنجارو وتلال غونغ، ويقع على مساحة 115 فدان. تم افتتاح القصر في عام 1984 كفندق، وتم نقل الزرافة من نوع روتشيلد داخل ساحة الفندق بعد أن افقد الزرافة بيئته الطبيعية. وعندما تنزل في هذا الفندق سوف تسنح لك فرصة التواجد مع الزرافة عند نافذتك، حيث يمكنك إطعامهم بيدك والتقاط الصور معهم. فندق المكتبة مانهاتن نيويورك. بالنسبة لهؤلاء الذين يحبون الكتب والتعلم، فندق المكتبة هو المكان المناسب لهم. فهذا الفندق به كتب عن الفنون والدين والفلسفة والرياضيات وغيرها. يوجد في الغرف كتب من الموضوعات الموجودة في كل طبق من الفندق. فندق سجن البحرية ليابايا لاتفيا. بدأ فندق سجن البحرية كسجن روسي، ولا يزال على حاله الآن كما كان قديما. وعند إقامتك هناك يتم تكبيل يدك واقتيادك إلى زنزانة السجن وتجريدك من ممتلكاتك الخاصة، وتتغذى على الخبز والماء، ويتم تخصيص سرير لك بمراتب من الخشب أو الحديد. الفندق مفتوح فقط من 1 مايو إلى 1 أكتوبر من كل عام. يقول بعض الأشخاص بأن هذا الفندق مسكون، ولذلك فعندما تتواجد في زنزانتك يمكن أن تسمع أصوات مخيفة وربما ترى بعض السجناء السابقين، ولكن الاحتمال الأكبر أن هذه مجرد شائعات لجذب السياح إلى الفندق. الفندق الكامل بحيرة مالارين السويد. هو مشروع فني قام به ميكائيل جيمبرج، يبدو مثل كوخ حديقة عالق في منتصف البحيرة. تقع غرفة النوم تحت البحيرة بثلاثة أمتار، ويمكن الوصول إليها عن طريق سلم. توجد نوافذ في كل مكان لمشاهدة الأسماك. فوق الماء يوجد سطح صغير لتسترخي فيه، وهناك قارب صغير لاستكشاف البحيرة أو الجزيرة القريبة. فندق مدينة جزيرة المروحة برلين ألمانيا. هذا الفندق الغريب هو من عمل الفنان لاريس تروسكين. تحتوي كل غرفة على موضوع مختلف. توجد غرفة النوم الطاهرة، وهذه الغرفة بها أرضية مائلة وسرير مرفوع، وتوجد غرفة مقلوبة وفيها كل الأثاث موجود على السقف، حيث يجب عليك أن تتسلق للوصول إلى مكان النوم. وتوجد أيضا غرفة مبطنة وهي مغطاة بحشو جلدي باللون الأخضر ومن الأعلى إلى الأسفل. أما بالنسبة للأشخاص الذين لديهم ميول ليصبحوا مصاصي دماء، فإن الفندق يوفر أيضا غرفة بها سرير على شكل لتابوت. فندق ديغليز كوباك كندا. في ديسمبر من كل عام يبدأ الفنانين في بناء هذا الفندق المميز، ويفتح من 7 يناير حتى 27 مارس من كل عام. ويتطلب لبناء هذا الفندق 400 طن من الجليد و12 ألف طن من الثلوج، ويتم إعادة تصميمه وبنائه في كل عام. كل ما تراه في هذا الفندق مصنوع من الجليد، بما في ذلك المواقد وأكواب الشرب. لديهم حمامات ساخنة وأحواض مياه ساخنة في الخارج. كما يقدم الفندق كنيسة للزفاف، والتي تعتبر من أفضل 10 مواقع للزفاف في العالم. فندق داس بارك أوسترايك النمسا. شاهدنا جميعا أنابيب المجاري الكبيرة أثناء وضعها في الشوارع من أجل تثبيتها أثناء أعمال البناء، والآن يعطيك فندق داس بارك الفرصة للبقاء في واحدة من هذه الأنابيب. كل واحد منهم تزن 9.5 طن. الفنان النمساوي توماس لازيلوتشا وضع لمسته داخل الأنابيب ليجعلها تبدو ألطف قليلا. الخرسانة تبقى باردة من الداخل، وتجعل إحساسك ممتعا في موسم الصيف بعيدا عن الحرارة. فندق داس بارك مفتوح في مايو إلى أكتوبر، والأسعار تكون بنظام ادفع الرقم الذي ترى أن الفندق يستحقه. الفندق في 8. الفندق في 8 هو وجهة مثالية لعشاق السيارات. يقع الفندق في المطار الأول في المدينة، ويقدم غرفا على هيئة سيارة، بما في ذلك السيارة المرسيدس وجرار وشكل الطريق. السرير يسير شكل الغرفة ويبدو وكأنه استمرار للطريق. الفندق كله من الاستقبال حتى المطعم يضم تذكارات عن السيارات. الفندق الكبسولة دينهاج هولندا. توجد هذه الكبسولات البرتقالية الساطعة في لاهاي، وبالرغم من أنها ليست كبيرة جدا، ولكنها توفر أكياسا للنوم لثلاثة أشخاص. توجد دراجة تابعة للفندق لمشاهدة المعالم السياحية في جميع أنحاء المنطقة. الأشخاص الذين يعانون من دوار البحر ربما يجب أن لا يبقوا هنا، حيث أن الكبسولة تميل باستمرار.
فندق هانغ نيجا دالات فيتنام. فندق هانغ نيجا أو البيت المجنون كما سماه السكان المحليون مخفيا بعيدا في البلدة الجبلية دالات، يعتبر المنزل واحدا من المباني الأكثر غرابة من الهندسة المعمارية في فيتنام، حيث أنه ليس به الكثير من العمارة المميزة، فالمنزل عبارة تشكيلية عشوائية من الفتوحات المنحنية والغرف التي تلتوي وتنحني ويتم ربطهم ببعضهم معا عن طريق جسور ليصبح المكان مثل المتاهة. يحتوي المنزل أيضا على طيور في أقفاص وشبكات عنكبوت مميزة وحيوانات ضخمة وأشياء غامضة أخرى خلقت جوا مثل القصص الخيالية. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة، كما يمكنك مشاهدة باقي فيديوهاتنا.